حاجة تعرف. مصر بقت الحقيقة دولة العرر. يعني لما عرة زي سمير صبري وعرة زي مرتضى منصور، لما العرر دي يبقى ليها صوت أصلا وتطلع في الإعلام، يبقى مصر نظام عرة. دي مفروض أصوات مكانها الحقيقي مستشفى المجانين. يعني ليه زميل قاعد هنا بيقول والمستشار نبيل صادق قبل البلاغ في رياض محرز؟ يعني أصبحت مصر بتطارد رياض محرز لأنه ما سلمش على مصطفى مدبولي، وبتطارد حفيظ دراجي لأنه راح سلم على أم أبو تريكة. فدولة بالهيافة دي وبالتفاهة دي يبقى نظامها تافه. مرتضى منصور بدل ما يتحبس في عنبر العقلاء في العباسية، سمير صبري بدل ما يتحجر عليه، المستشار نبيل صادق بياخد منه البلاغ البلاغ عادي. يعني هنطارد رياض محرز؟ ده انتوا عرر، ده انتوا رخصتوا مصر قوي. ما يسلمش رياض محرز، ايه المشكله يعني؟ ايه اللي حصل؟ ما يسلمش او يسلم، فرقت ايه معاكم؟ حفيظ يسلم على ام ابو تريكه او يزورها وبتاع، فرقت ايه معاكم؟ محروقين قوي ليه كده؟ يعني بصراحه انتوا مرضى قوي ليه كده؟ خلاص راح سلم على الست، وست كبيره قاعده في البيت وزي ما احنا شفناها كده، لا بتقدم ولا بتاخر، ست بركه لو انت شفتها في اي حته في الدنيا، مش ام ابو تريكه، ام اي حد من غير ما تعرف هتدوس راسها. ايه اللي اذنب فيه يعني حفيظ دراج؟ ده انتوا تافهين قوي، ده انتوا رخاص قوي قوي بصراحه. مصر نظامها باعلامها بكل حاجه فيها دلوقتي رخيصه قوي.